انتوا الاثنين مشيتوا من نادي الزمالك. تمام. قولي الاول، انت عرفت ازاي يوسف مرعي، عرفت ازاي انك انت خارج قائمه نادي الزمالك للموسم القادم من الموسم اللي احنا فيه؟ مين قال لك؟ طريقه التبليغ ازاي؟ شعورك ايه بعد كده؟ قولي، احكي لي بقى لا يا القصه كابتن، دي. والله هو ما حدش بلغنا بمكالمه او حاجه، هو بعت لنا جواب على البيت جواب. اللي انت عقدك انتهى مع نادي الزمالك. وبعديها طبعا انت اكيد بتتضايق، الواحد نفسه يلعب في نادي الزمالك، نادي كبير طبعا، بس برضه مش نهايه الحياه يعني. رحت نادي بايونير الفتره اللي فاتت دي، ماشيين كويس، وباذن الله الفتره الجايه نقدر نلعب، نرجع تاني دوري ممتاز ونلعب في انديه مين كبيره. اللي كان موقع الجواب يا كابتن امتى بدر يعني؟ حامد. امتى القصه دي؟ كانت في ايام لجنه الكابتن حسين لبيب ولا لجنه اللي هو عماد؟ لا، حسين لجنه لبيب. كابتن حسين لبيب، مين اللي موقع على الجواب؟ كابتن بدر حامد اللي هو كان رئيس قطاعات الكوره كان رئيس ساعتها. قطاع الناشئين ساعتها. تمام. بس احساسك بقى، انت احساسك انت لما حسيت ان انت قلت لي انت لعبت مع بيتشو. انا لعبت مع ميتشو. احكي لي برضو يعني لعبت مع بيتشو ايه، وخدك ازاي، وبعد كده فوجئت لقيت نفسك في السنه بعدها خارج نادي الزمالك. كنت فترة ماشي كويس في 99 و97 برضو، بلعب ماشي كويس في الفرقتين. ساعة كانت فترة كابتن عمرو فهيم كان ماسكنا، وكابتن أسامة حسن، وطلعت الفترة دي أنا ويوسف محمود ويحيى مفتاح مع مستر ميتشو، وطلعنا معاهم معسكرات وشاركنا في ماتشات ودية كتير يعني ده معاه. كان راح سنة كام السنة يا يوسف؟ كانت رحت الإنتاج أنت كمان ورحت السنة دي، رحت يعني رحت بعد إعارة الإنتاج رحت الحربي. إعارة الإنتاج الحربي في شهر، يعني في نص السنة، في شهر واحد، الإنتاج الحربي هو في الدوري الممتاز ولا هو في وهو الدوري في الإنتاج الدوري الممتاز؟ الممتاز الدوري الممتاز قبل ما ينزل يعني. قبل ما ينزل. تمام. رحت لهم، كانت فترة اللي هي ساعة الكورونا بقى، حصل الكورونا ساعتها. بس يا كابتن كانت فترة صعبة، موضوع الخروج من نادي الزمالك بالنسبة لك، وإحساسك إن أنت خرجت من نادي الزمالك وأنت دخلت فيه وأنت ناشئ، والجواب لما جالك، قول لي اوصف لي احساسك طبعا ايه. كان نفسي طبعا ان انا ابقى موجود من الخمسه اللي موجودين، لكن دي وجهات نظر الناس الموجوده الفتره دي، اللعيبه دي هي اللي تبقى موجوده. هي الكره عامه وجهات نظر، ممكن يقتنع بيك وما يقتنعش بيك، لكن الكره متغيره. في يوم من الايام انت بتشتغل على نفسك عشان ترجع تاني لنادي الزمالك، عشان ترجع له من نادي كبير، يعني تلعب في نادي كبير وبعد كده ترجع نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك محتاج لعيبه دايما، لعيبه مميزه ولعيبه عندك امل يا خبرات. يوسف؟ عندك امل انك ترجع طبعا نادي يا الزمالك كابتن، تاني؟ طبعا يا كابتن، انت بتشتغل على نفسك وتشتغل على الفتره دي مع فرقتك في نادي بايونير مع كابتن مصطفى مرعي، بتشتغل على نفسك اللي انت ترجع تاني لنادي الزمالك، وهو بيساعدك على ده، ويساعدك ان انت ترجع مش لنادي الزمالك بس، ترجع لاي نادي في الدوري الممتاز. وبعديها محطه نادي الزمالك طبعا موجوده، وشرف لاي حد يلعب في نادي الزمالك طبعا.